السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فدائما وأبدا خير المجالس مجالس تعمر بالصالحين وتعمر بذكر الله تبارك وتعالى وبكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين وبالفقه في الدين. هذه مجالس خير ومجالس بركة على الجلساء، خير وبركة على جلساء هذه المجالس، فهم يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن هذه المجالس مثبتة في صحائف أعمالهم يوم لقاء الله، فلا يستوي أبدا من جلس مجلسا يذكر فيه اسم الله وتتلى فيه آيات الله سبحانه وتعالى وكذلك تتلى فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر بها مع مجالس لهو وغفلة عياذا بالله من اللهو ومن الغفلة. في هذه المجالس أتناول قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وشيء من مناقب هذه الأم أم المؤمنين الفاضلة رضي الله تعالى عنها، تلك التي زوجها ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، من مواضيع قبسات أو وقفات من سير الصالحات. وحتى يطيب المجلس معنا فضيلة الشيخ عادل الأجاوي حفظه الله يتلو علينا بعض الآيات المتعلقة بأمنا زينب من سورة الأحزاب، وإن لم تذكر باسمها عليها رضوان من الله، فليتفضل فضيلة الشيخ عادل جواري يتلو علينا شيئا من كتاب الله، فالسكينة تتنزل بهذا الكتاب العزيز، السكينة تتنزل بهذا الكتاب العزيز. الله يبارك فيكم. فهات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدائما وأبدا تسكن القلوب وتصفو بذكر الله وبتلاوة كتابه الكريم والإنصات لهذا الكتاب العزيز أقول وبالله تعالى التوفيق الحديث عن أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن شيء مما في ذلك من الفوائد والعبر أقول بالله تعالى التوفيق زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب يعني أمها أميمة أخت عبد الله والد رسول الله فهي إذن من نسب طيب أمها أميمة بنت عبد المطلب فهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأم الفاضلة والسيدة الفاضلة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت على درجة فائقة وعالية جدا من الجمال ومن الحسن كما قالت عائشة عنها وهي ضرة عائشة كانت تقول عنها ما رأيت من امرأة قط أورع في الورع ورع ولا أعبد ولا أشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا زينب درجة التدين على أعلى الدرجات زكيها كانت تقوم من الليل تصلي صلاة الليل وعلقت حبلا في سقف المسجد إذا تعبت تتعلق بالحبل تربط نفسها بالحبل حتى لا تسقط تقربا إلى الله في الورع ورعة تقية رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك عصمها الله بالورع فلم تتكلم كلمة فيها خطأ على ضرتها عائشة بل لما استشارها النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الإفك سألها عن رأيها في الموضوع في عائشة قالت كلمة ينبغي أن نعيها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أحمي سمعي وبصري
أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا. إذا تكلمت وإذا قالت رأيت ولم ترى سيعذب أو ستعذب عيناها، إذا قالت سمعت وهي لم تسمع ستعذب أذناها. أحمي سمعي وبصري من عذاب الله. أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا. فعلمتنا درسا من قولها أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ذلك بأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل. رأيت وأنت لم ترى، سمعت وأنت لم تسمع، فإياك أن تتقول كلاما يطعن به في عرض قوم وأنت كذاب في هذا الكلام. أعود، زينب جميلة في غاية من الجمال، ورعة في غاية من الورع، عابدة تقوم من الليل تصلي، إن تعبت تعلقت بحبل حتى لا تسقط، إلى أن قال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطة. كذلك في الصدقة، ما عندها كبير مال ولكن تشتغل، تمعس المنيئة، تمهد الجلد أو تدلك الجلد تمهيدا لدباغته حتى تبيعه وتتصدق بالثمن. يعني ما لها حاجة كبيرة إلى الفلوس لنفسها، بل تشتغل في البيت تمعس المنيئة حتى تأتي بأموال تتصدق بها. ذلك فإن النبي قال لنسائي ذات يوم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكنا يتزارعن من التي زرعوها أطول. فكانت سودة بنت زمع عملاقة طويلة جدا، فكان زراع سودة أطول الزراع الأزرع. فظن نساء النبي أن سودة أول واحدة ستموت، خاصة أنها كانت كبيرة عنهن، ولكن التي ماتت أول زينب بنت جحش. فعلموا أن طول اليد كان طول يد بالصدقة، طول اليد بالصدقة. فهذا شيء عن سيرتها. وسبحان الله، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب من أصحابه الذين يحبهم رسول الله، وهو زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه أسامة بن زيد الحب ابن الحب. هي من الناحية القبلية ومن ناحية الكفاءة في النسب أقوى من زيد بن حارثة في الظاهر، لأن زيد بن حارثة هذا كان مولى لرسول الله. ما معنى مولى؟ عبد وآتق، أعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان في الجاهلية يقال له زيد بن محمد. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم قيل زيد بن حارثة ودعي إلى أبيه، وهو يقال له الآن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكسرت زينب الكفاءة في النسب، فهي من قبيلة عالية النسب، ورضيت أن تتزوج بمن؟ بزيد بن حارثة. لكن كما لا أخفى عليكم، في أبواب الكفاءات قد يكون الرجل أعلى من عفوا قد تكون المرأة أعلى من الرجل في باب، لكنه أيضا في باب آخر له علو ومكانة. يعني إذا كان دارسو الهندسة يفهمون، أو طلبة في الإعدادي، في فرق بين التكافؤ والتطابق. التطابق هذه الأصابع على بعضها مثلا، مثلث على بعضه منطبق، لكن التكافؤ المساحة الإجمالية تساوي المساحة الإجمالية. قد يكون ارتفاع هذا المثلث طويل وقاعدة قصيرة، لكن الثالث يكون
الأضلاع كلها مختلفة، فالتكافؤ يعني المساحة الإجمالية مثل المساحة الإجمالية، لكن التطابق ينطبقان. فكلامنا عن التكافؤ في النكاح، قد تكون المرأة مثلا في عصرنا الآن مثلا طبيبة، يعني طبيبة وذكية وتفهم، ويتقدم لها واحد يدرس درس الإعدادية، هو من ناحية الكفاءة الدراسية ليس لها بكفء، لكن تأتي تقول هذا الولد أبوه معه مئات الملايين، فأصبح بكفاءة مالية أعلى من البنت الطبيبة، تقول أنا موافقة عليه، ويمكن أبوه يعمل لنا مستشفى أشغل زملاتي عن، يعني الكفاءات الآن تقاربت. المهم أن زينب بنت جحش زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، هو مولى وهي قبيلية، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تزوجت زينب بنت جحش رضي الله عنها بزيد ابن حارثة، وكان زيد جميلا، وأن كان ابنه أسامة أسود شديد السواد جدا، لكن زيد كان أبيض وعنده جمال، لأن أسامة طلع لأمه كما يقولون باللغة المصرية، أمه أم أيمن كانت أما هي حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن زيد بن حارثة رضي الله عنه، يقول أنه كان من قبيلة لكن قدر الله عليه الرق. المهم تزوج زيد بمن؟ بزينب بنت جحش. زينب كما سلف فيها صفات الجمال كلها، جميلة دينة عابدة ورعة تقية مصلية متصدقة محسنة، لكن ما يكاد يكمل أحد. كان فيها خصلة رضي الله تعالى عنها، هي جبلة جبلها الله عليها ونحن ليس لنا من أمرنا شيء. ما هي الخصلة التي كانت في زينب؟ قالت عائشة كانت بها حدة تسرع منها الفيئة. ما معنى قول عائشة كانت بزينب حدة تسرع منها الفيئة؟ يعني كلامها لسانها يفلت بكلام شديد، كلام شديد يؤذي اللي أمامها ممكن، لكن ترى تقول أستغفر الله، وتطلب الصفح وتطلب العفو. كانت بها حدة أي في اللسان، لكنها تسرع منها الفيئة، تسرى منها الفيئة. فاهم الكلام؟ يعني زوجتك طيبة وشد، لكن فيها شدة شوي. ما في واحدة من النساء إلا وفيها خصلة قد لا تكون مرضية لديك. وكما قال الرسول كمل من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام، ولا ينسى فضل فاطمة وخديجة أنهم سيدات نساء الجنة. فلا تتصور يا من تريد الزواج أنك ستجد امرأة اجتمعت فيها خصال الكمال، خصال الخير. لازم تجد فيه بعض المنغصات، لأن النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال إن استمتعت بها استمتعت بها وبها أوج. فممكن الزوجة تكون جميلة جدا وطيبة، ولكنها لا تحسن الطبيخ، لا تحسن الخبيث، لا تتقنه، كما قالت أسماء بنت أبي بكر عن نفسها كنت أسوس فرس الزبير، أجمع النوى أدقه أفعل بالرحى إذا تتشقق حتى من الرحى، ولكني لم أكن أحسن الخبيث. تخبز في الفرن يطلع الخبز خربان شايط. من كان يعيشكم؟ قالت كانت لي جارات من الأنصار صالحات يساعدنني في الخبيز، يخبزنا لي يعني. عائشة أمنا
الصديقة بنت الصديق الفقيهة العالمة إلى آخره، كان فيها شيء. أولا هي لم تنجب لرسول الله، وهذا نوع ابتلاء أيضا. والثاني أنها كانت غيراء شديدة الغيرة جدا، امرأة من أزواج النبي ترسل صحفة فيها طعام للنبي وفي بيتها تمسك فيه وتكسر الصحفة، كانت غيراء شديدة الغيرة. والغيرة أحيانا يعني تتعب الشخص، تتعب الزوج أحيانا. وهكذا سائر النساء، إن رضيت منها خلقا كرهت منها، إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. فزيد بن حارثة عارف زينب جميلة وحسناء وكل الخصال عارفها، لكن ما هو متحمل كلامها الشديد. يا صح تشتد وترجع تعتذر، لكن لأمر يريده الله جاء يشكوها زيد إلى رسول الله. ويا بنت عمة رسول الله، ورسول زوجها لزيد وأثره، فيريد يطلق. فالرسول يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. فنصيحة لمن يريد أن يطلق، اصبر لا تطلق، أصلح قدر الاستطاعة، إن الله قال والصلح خير، والصلح خير. ويقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يعني الرجل خلاص تكون عنده المرأة وليس بمستكثر منها، ما عدل فيها فايدة، فيريد أن يطلقها، فتقول تعالى لماذا تطلقني؟ يقول أنا ما لي فيك حاجة وخايف أثم أمام الله لا أوفيك حقك. تقول خلاص تعالى أنا متنازلة عن حقي، ولكن اجعلني كزوجة من زوجاتك، هذا أولى من من؟ أولى من الطلاق. فإن تراضيا لا بأس، وممكن العكس يحصل، زوجة تأتي لزوجها وتقول تعال أنت يا فلان رجل طيب وخير وجيد وكل شيء، لكن أنا لا أحبك، أنا تعبت من العيش معك وأخاف أن تطلبني الفراش فأرفض فأعذب، فأنا أريد الفراق أو الخلع أو الطلاق بأي سبيل. يقول لا طيب إيه اللي مزعلك؟ قل مزعلني أن أخشى أن ربنا يغضب علي، أن الله يغضب علي فأريد الطلاق. خلاص تعالي أنت في حل من أمرك، بدلا من الطلاق يعني أنا خلاص متنازل عن حق، خلاص ليس عليه إثم ولا اختلعت. قل لا ليس عليك إثم، أولى من ماذا يا إخوة؟ من الطلاق، لأن الطلاق هذا يسعد الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه جنوده يفتنون الناس. يأتي واحد يقول أنا ما تركت الرجل حتى خاصم فلان، يقول ما صنعت شيء، هذا يصطلحان. كل واحد يجب نتيجة السعي والكد الذي كده في الشر يخبر إبليس بالذي فعله. يأتي واحد يقول أنا ما تركته حتى طلق زوجتها، فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزم إبليس يأخذ بالأحضان، يأخذ بالأحضان يقول أنت يعني أنت يا من، أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. فالطلاق ليس بالسهولة التي تتصوروها، ويكره في الجملة لغير حاجة. ولذلك كان هم من فعل السحرة يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني الطلاق فيه تشتيت للأولاد، فيه يعني عداوات بين المصاهرين من قبل. المهم فجاء زيد يشكو زينب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد في الجاهلية. فالرسول يوصيه أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما الذي أخفاه الرسول في نفسه؟
الذي أخفاه الرسول في نفسه وكان يخشى الناس والله أحق أن يخشاه؟ قال العلماء إن الله أعلم نبيه أن أمر زينب سيؤول إلى الطلاق وأنه سيتزوج بزينب بنت جحش. طبعا كان عندهم في الجاهلية مستحيل تتزوج زوجة ابنك، لكن هذا اسمه الذي كان بابن لك، كان بابن لك، لا تتزوج بنته، عيب عندهم في العرب انك تتزوج من كنت متبنيه، زوجة من كنت متبنيه. فكان الرسول يخشى ان يتكلم عنه انه تزوج زوجة من كان يقال له زيد بن محمد. فهذا الوجه الأظهر خلافا للأباطيل التي ترى غير ذلك. الشاهد، جاء زيد يشكو زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يصبره: أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن كثرت الشكاوى من زيد، كان يشكو كثيرا ويشكو مرات. في النهاية وإذا قدر الله أمرا لا بد أن يكون، طلق زيد زينب بنت جحش، زينب بنت جحش. طبعا أنتم إذا قرأتم سورة الطلاق يا إخوة، في سورة الطلاق ترون قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول العلماء إذا طلقت زوجتك بنت منك، اعلم أنه لم يكن لها أن تأكل تعيش في بيتك لحظة بعد ذلك، وهي تعلم أنه لم يكن لها أن تحظى بجماع الزوج مرة ثانية. إذا قدر الله ذلك، إذا قدر الله ذلك، فحتى لا تندم تقول يا ليتني ما طلقتها التطليقة الثالثة بيتي خرب، وهي تقول لا، هذا شيء قدر، وكما قال الله سبحانه قد جعل الله لكل شيء قدرا. طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وذاك أمر قدره الله ولحكمة ولعلة ستأتي. فمهما نصح الرسول لن يعود زيد إلى زينب بنت جحش. انقضت عدة زينب بنت جحش، فأرسل الرسول زيد بن حارثة يخطبها لنفسه. وصدق الله إذ قال يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طلق زيد زينب بنت جحش، في الظاهر شر لها، لكن اختار لها الله أفضل ما كان، أفضل ما في مقارنة. قال الرسول: يا زيد اذهب فاذكرني عندها، اخطبها لي. انظروا أيها الإخوة إلى الأمور، يعني كيف يعظمها الله في قلوب الأشخاص، أمور تعظم أحيانا في قلبك وأنت لا تستطيع. قال زيد، فبمجرد أن قال لي الرسول هذه الكلمة اذهب فاخطبها علي لي يا زيد، قال عظمت في صدري جدا. يعني بعد ما كان يعني مستعجل على الطلاق، قال عظمت في صدري جدا حتى إني لا أطيق أن أنظر إليها، من كونها أصبحت عظيمة في صدري. عظمت في صدري جدا، من الذي عظمها في صدره؟ الله، الله سبحانه. يعني ممكن الشيء يكون قليل والله يجعله في عينك كبيرا، ممكن يكون صغير والله يكبره في عينك. كما قال تعالى في غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم. فالذي يعظم الشيء في الصدر هو الله سبحانه. عظمت، أصبح شأنها عظيم، الناس ستكون أمة للمؤمنين وخلاص، ما
عظمت في كل من كل النواحي، عظمت في صدري جدا. فلما عظمت في صدري جدا، أحيانا يكون واحد متعلق بفتاة من الفتيات، متعلق بها تعلقا شديدا، ولكن أنت عن بعد ما ترى لا هذا التعلق فائدة. فالذي عظم الشيء هو الله سبحانه وتعالى. أما زينب كانت عظيمة رضي الله تعالى عنها. قال عظمت في صدري جدا فلم أطيق النظر إليها، طبعا قبل الحجاب، فوليتها ظهري، يعني ذهبت إليها لا أكلمها وجها لوجه، إنما وليتها ظهري وقلت لها يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك. انظروا إلى السداد والرشاد في قول هذه الموفقة. من بعد رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ ولكن هي تخشى أن لا تؤدي له حقه فتهلك، تخشى من أمور أخرى. أما زواج رسول الله بأي شخصية يعني منقبة عظيمة أن تكون أم المؤمنين، لكن ننظر إلى إيمانها وقوتها في الإيمان. تجيبه بقولها ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. ليس لأن الرسول عليه السلام به أي نقص أبدا، بل هو كامل مكمل عليه الصلاة والسلام، ولكن تخشى على نفسها قد لا تؤدي حق الرسول عليه الصلاة والسلام فتهلك. فلذلك قالت ما قالته، ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤمن ربي عز وجل. وقامت إلى المسجد، توضأت ودخلت مسجد دارها، وقامت طول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، لكسر شيء كان في الجاهلية وفي مطالع الإسلام أن الشخص لا يتزوج ابنة ابنه الدعي الذي ليس بابنه. لذلك في المحرمات الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكن الابن المنسوب إليك لا، ليس بابن. زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منهن وطرا، وكسر العادات وتقاليد الجاهلية، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. لا بد وأن يتحقق أمر الله. مهما نصحت زيد بن حارثة لا تطلق يا زيد لا تطلق، كل الناس نصحوه، لا بد وأن يتحقق الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي قضاه الله عز وجل. لا بد أن يتحقق القضاء الذي قضاه الله عز وجل. فمن ثم نزل الوحي بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فزوج الله من فوق سبع سماوات رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكما يقول العلماء وليها الله سبحانه وتعالى، تولى الله أمرها، والسفير جبريل عليه الصلاة والسلام، دخل عليها الرسول بتزويج الله عز وجل له إياها. ولذلك هي كانت تفخر على سير أزواج النبي، تقول لهن كلكن زوجكن أهلكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، مع أن زيد طلقها لحدة في لسانها، لكن الله الذي خلقها وجبلها على سماوات رضي الله تعالى عنها. قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الرسول قد يتحرج، يعني عادات وتقاليد البلاد، ممنوع واحد يتزوج ابنة من يقال عنه ابنه. قال تعالى في كتابه الكريم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
لا تتحرج من هذا الذي حصل، كما قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا تتحرج من كلام الله أبدا ولا من أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في امرأة على سبيل المثال، امرأة 50 سنة وتشتهي الرجال، تحب أن تتزوج ولكنها تخاف من من؟ تخاف من الناس، وهي في عنت، تأتي تستشير الزوج: ما دمت في حاجة إلى الزوج تزوجي، بدلا من أن تزل قدموها في الرزيلة لا تتزوج. طيب ولادي ماذا يقولون؟ والجيران ماذا يقولون؟ لا تتحرج فيما أباحه الله، لا أما فيما أباحه الله لك لا تتحرجي، ما دام شيء أحله الله سبحانه وتعالى حلالا طيبا أفضل من أن تقي في الرزيلة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدرا، قضاء نافذا لا بد وأن يتحقق. قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا سبحان الله لو جلست معه لا جلست ليلة كاملة تجمع ما ورد في معنى هذه الآية وما فيها من الفوائد حتى يطمئن قلبك بأن قضاء الله لا بد، أن قضاء الله لا بد وأن ينفذ. من هذا رأى عمر رضي الله عنه رؤيا أزعجته، قال عمر: رأيت رؤيا كأن ديكا أحمر جاء نقرني 3 نقرات، ديك جاء أحمر نقر 3 نقرات، فأهمته الرؤيا، أهمته هذه الرؤيا. وأحيانا يكون شخص عارف دي تلاعب من الشيطان أو رؤيا لها مدلول، أهمته هذه الرؤيا. فبقى حمل الهم شوية، بعد كده نسي الرؤيا، إلى أن جاء لؤ المجوسي الأحمر وطعنه 3 طعنات في الصلاة، فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما كنت أستطيع التحرز من ماذا؟ من مما قضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا حول قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. خلاص زيد ليس بابن محمد، زيد ابن حارثة، فمن ثم يجوز لك أن تتزوج امرأة زيد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وعمل وليمة العرس، ما من امرأة من نساء الرسول أولم الرسول عليها كما أولم على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أولم عليها بشاه، وإلا كان يولم على سائر النساء بحيث بتمر بأقط أشياء أخرى، لكن ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. أولم عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصنع وليمة لها، فماذا كان؟ أطعم الناس 10 10، يطعم الناس 10 يخرجون، يدخل 10 آخرون، وأطعم الجميع على دفعات. وبعد أن أطعم وهي زينب في الداخل، وأنس بن مالك يخدم يدخل عند زينب ويخرج، وبعدها لما طال المجلس كله خلاص أكل وشرب صمتهم فانتشر لا تؤخذني أنت الذي، فخلاص كله أكل وبقي قوم يتسامرون في البيت، فالرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج حتى يشعر أن الرسول خلاص يريد يدخل على أهله، فشعروا بذلك في النهاية فخرجوا. جاء أنس: وجئت أدخل على زينب فضرب الحجاب بيني وبينها، نزلت آية الحجاب: إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من رأى، فما رأيتها حتى لحقت بالله. نزلت آية الحجاب في شأن مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء النبي عليه السلام في زينب بنت جحش. نزلت الآيات أيضا، نستفيد من الآيات آدابا. آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه،
كان لهذه القدر من الآية معنى، وهي أصل في في النهي عن التطفل وذم التطفل. التطفل مثلا واحد دعاك أنت واثنين، يجي واحد رابع يدخل معك، الله يقول لك ندخل معك، هذا اسمه تطفل، هذا اسمه تطفل. والشرع يحذر من مثل هذا التطفل إلا إذا كان من المعلوم أن صاحب البيت لا يكره، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل فارسي طيب المرق بيعمل شوربة جيدة، قال الرسول وهذه يعني جيب عائشة معايا، عائشة تحب مرق هذا الرجل، قال لا، قال النبي وأنا لا خلاص، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه عائشة معي، قال لا، قال وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه، فقام يتدافعان يجريان، يعني في سبحان الله من حسن عشرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انت دعيت واحد يا شيخ أحمد مثل ياسر مثلا، هو مثلا الله يبارك له بحب زوجته، الله يديم المواد، قال لك وهذه، ما تقول له على رأسك يجي ويجري. المهم انه استأذن كي تأتي معه زوجته، ففي انما أتى بها من غير إذن. وآخر دعا رجل رسول الله رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل النبي إلى بيت صاحب الدعوة قال إن هذا تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. أدب نتأدب به، إن شئت أذنت له وإلا رجع. قال أذنت له يا رسول الله، لكن ده التأصيل. فكان ناس يأتون يسأل الرسول يتغدى الساعة كام، يقول لك ما ستغدى الساعة اثنين، يجي اثنين إلا خمسة ويخبط على الباب، أنا لي سؤال يا رسول الله مسألة خاصة، اتفضل اسأل مسألة خاصة، يجلس طول على ما ماذا على الأجل يتقدم يأكل وينغنغ، وكل يوم على هذه الوتيرة. وازداد الناس لما تسمعوا بهذا الموضوع فشق ذلك على الرسول، بدل الواحد أصبح 20 30 كل يوم على هذه المثابة. فنزلت الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، يعني غير متحينين نضجه واستواء. الطعام بيستوي الساعة كم يا جماعة؟ إنه يعني النضج والاستواء، خلص الساعة 2 إذن نروح الساعة 2 إلى 5 2 إلى 10 وناخذ مواضيعنا قبل الزحمة ونسأل النبي ونطول في السؤال الأكل. فنهوا عن ذلك، لكن في حال ما إذا كان الشخص يعرف أن الذي دعا رجل ثري والله موسع عليه ويحب الأضياف، خلاص ممكن أدعو غيري، تكون حالات مستثناة. لأن النبي في حفر الخندق أرهق عليه الصلاة والسلام وأرهق الصحابة، فكانوا في المسجد، قال أبو طلحة لأم سليم إني رأيت في وجه الله وجه رسول الله خمصا يعني جوعا، فصنعت طعاما ولفته دسته تحت كتف تحت يد أنس تحت إبط أنس، قد خذ الرسول تقدم هذا الطعام لمن؟ لرسول الله عليه السلام. فأول ما رآه الرسول قال أرسلتك أم سليم، أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال لكل من في الخندق يا قوم يقوموا إلى بيتي أم سليم. جاء أبو طلحة زوجه قال للرسول جاي ومعه كم واحد من الكل اللي بيحفر الخندق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هتفضحينا يا أم سليم. قالت الله ورسوله أعلم. فدخل فبرك على الطعام، قال لا تنزلوا البرمة اتركوها على النار، دعا فيها وبرك فكفت الجميع. ونحو حسن جابر مع زوجته، لكن جابر هو الذي دعا الرسول، وزوجته التي قالت فضحتنا برسول الله، قال الله ورسوله أعلم. فالآية في التطفل لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. مستأنسين لحديث يعني يجلس يتكلم، ما الخبر، احكي قصص فارغة وحكايات فارغة. يعني في بعض الدول مثلا من يوم ما تخرج مسافر لأن ترجع يقول لك تعالى الخبر يا خبير اخبرنا بالله، يحكي له كله خرجنا وركبنا الطيارة ورحنا ونزل،
قصص فرغة كلما لا قيمة ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ لأنها لها متعلق بالحجاب. ذلكم يعني السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما تكلم واحدة وجها لوجه فتنة عليك وعليها، لكن وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا رد على دعاة الرذيلة والعياذ بالله الذين خرجوا مؤخرا يقولون لا بأس بالصدقات بين الولد والبنت، يقول لها أنا بحبك وأنت تحبيني. وقال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا شيء من الحديث عن أمنا زينب رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. نعم. بالنسبة لمكوث الزوجة في بيت زوجها على أن يتفق، يعني كما ذكرت حضرتك أن تكرهه لأفعاله أو لأي أي نعم، فهل يجوز شرعا أن تجلس في بيته ولا تعطيه أي حق؟ هو الاتفاق بينهما، هو قال لها هي تريد الطلاق منه أو الخلع، هي تريد الخلع أو الطلاق، رفعت قضية خلع، قال لها تعالي أنت لماذا تختلي؟ قالت أنا أكره الكفر في الإسلام، أنت تريدني للفراش وأنا لا أتحملك وأبغضك صراحة يعني. طيب قال لها طيب وأخشى الإثم من الله. قال لها طيب ممكن أن أتنازل عن الحق من أجل الأولاد والبنات، البنات تريد التزوج، وإذا جاءوا قالوا أمها مطلقة حل البنات وقف، فخلينا حبايب في البيت وأنا مش مطلبك، أنا مسامحك في حقي، أنا مسامحك في حقي. الله قال والصلح خير. والعكس أيضا، ويريد طلقة تقول أمسكني وأنت حل من في حل من أمري، نبش والصلح خير. لكن الله قال بعد كده يا شيخ عادل وأحضرت الأنفس الشح. يعني إيه أحضرت الأنفس الشح؟ أنت اتفقت مع زوجاتك على هذا الاتفاق، سواء أنت الذي لا تريدها وهي التي لا تريدك، فأنت قلت أنا خلاص أمسكك وأنت تنازل عن حقك، خلاص أنا موافق. يجي لها الشيطان يقول لها طيب أنت يعني ناقصة إيد ورجل عن الزوجات التانية، ليه ما أعطيكش حقك؟ يجعلها تشح بماذا؟ بالنصيب. وأتى الشيطان إليه أنت يا أخي مسكها ليه؟ مسؤول عن أكلها وشربها، ما تسيبها الله يسهل لها، ما لازم تنفق عليها. فشح كل نفس يأتيها، أحضرت الأنفس الشح. واضح الكلام؟ فالشيطان لا يريد الصلح، يريد الخراب. بارك الله فيكم. أحد له سؤال؟ سلمكم الله من كل سوء ومن كل مكروه وإياكم، وشكر الله لكم حسن ضيافتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.